يا ابني انت ملقك الخطاه فلا ترد. هنا بقى بدايه الحكمه. احنا قال بدايه الحكمه خوف الله، الايه بتاعت 7، مخافه الرب راس المعرفه. اول حاجه تقولها الحكمه كمنهج كده. هنتصور ان احنا كلنا تلاميذ حكمه دلوقتي، سنه اولى حكمه، سنه حضانه حكمه. اول رساله لينا كلنا ايه؟ ابعد عن الشر. قبل ما نقول لك بقى صلي كتير، صوم كتير، اخدم كتير، اعمل خير، استنى، نمرة 1، الرساله الاولى ابعد عن الغلط. لان في ناس الحياه بتنط كده، عاوزه تعمل حاجه كويسه وتفضل في حاجه غلط. طب ما ده قله عقل، قله حكم، ما ينفعش. فقبل ما هيكلمنا ازاي الواحد يقتني الحكمه، وازاي معرفته تزيد، وازاي فضائله تزيد، وازاي اقرب من ربنا، كل ده هيجي. بدايه الكلام يا ابني انت ملقك الخطاه. الخطاه هنا رمز لكل الاشرار، شياطين وبشر. يعني لما تلاقي دعوه من الشر ارفض، لا ترضى. والحقيقه يوميا احنا معروض علينا دعاوى من الشر، تملق من الخطا. الشيطان مثلا يتملقك يقول لك ايه؟ انت صحتك يعني على قدك، لازم تصلي وانت واقف، اقعد. وبعدين انت لازم تصلي المزامير دي كلها، قول ابانا الذي. ده انت راجل بارك، او ده انت ست قديس. هنا تملق. ده معناه النهايه ايه؟ مش هتصلي كويس. ما ترضاش، ما تقبلش الخديعه دي. دي بداية شر، دي بداية بعد عن ربنا. فإن تملقك الخطى، لو خدناها على الشياطين، كلنا الشياطين بتتملقنا. التملق بمعنى إيه؟ المديح المغرض. يعني لما يجي حد يبالغ في مديحك عموما في البشر، لازم تقلق منه. خلوها قاعدة كده، لو حد مدحك بزيادة على طول جواك تقول هو عاوز إيه بالظبط؟ ما تنبسطش، لأنه لا مؤاخذة المغفلين بينبسطوا. اللي هيسميهم الحمقى أو الجهال هيبقوا مبسوطين قوي إنه عمالين يقولوا عليهم كلام كبير. كلام كبير وأنت مصدق، ما أنت عارف اللي فيه. ليه تستسلم للتملق؟ حاسب. حتى مع ربنا يسوع حاولوا يتملقوا، جم قالوا له إيه؟ إحنا عارفين إنك أنت جاي من ربنا، مش معقول حد يعمل المعجزات دي كلها وقاعدين يقول كلام كده جميل. وبعدين قالوا له هو بقى يجوز ندي جزية لقيصر ولا لا؟ هم بقى بعد ما تملقوا هو عارف ان هم عاوزهم يقولوا ايه؟ هم عاوزينه يقول لا، جزية قيصر لا، عشان هم ناس وطنيين، فيوقعوا في المشكلة انه قال بلاش قيصر. على طول المسيح قال لهم ايه؟ لماذا تجربونني؟ ما خدش على الكلام الاولاني، كل الكلام الناعم ده ما بصلوش، لان ربنا يسوع فاحص القلوب، عارف ان ده مكر، ده مش حب. مش كل من يمدحك يحبك على فكره. ده مش معناه انك تسيء الظن بالناس، لكن معناه خليك عارف نفسك وما يستهوكش المديح اللي ملوش لازم. وقف نفسك عن الانفعال باي كرامه لا تستحقها. احنا ما نستحقش الكرامة، ربنا يستاهل الكرامة. التملق في نوع من النفاق، المحاباة، المديح الزيادة. ساعات التملق يجي تملق بهدية برضو، لو لقيت شخص بيبالغ في إهدائك بدون يعني سبب مقنع لازم تاخد حذرك. دي الحكمة بقى. ليه؟ لا يكون بعد شوية هيطلب طلب وحش وانت هتبقى ايه؟ زي اللي اتزنقت لانه جاملك مجامله كبيره او جابلك هديه كبيره. فهمتوا الفكره؟ يبقى مديح زياده، احترام زياده، هديه زياده بدون معنى، خد حذرك على طول. نفس الكلام مع الشياطين. الشياطين بقى مش هتجيب هدايا يعني، لكن الشياطين هتملى دماغك بافكار فيها تملق. التملق هنا اما تظهر كانها مشفقه على جسدك، أو إنك أنت يعني بقيت قديس ويضحكوا عليك بكلمتين. كل دي حيل من إبليس. وللأسف الحيل دي بتضحك على ناس كتير أوي.
في ناس كثيرة يصلح معهم التملق. أصحاب رحبعام لو تفتكروا رحبعام ابن سليمان. رحبعام كان شاب غير حكيم، النبو ده اللي كتب سفر الأمثال. إنما لما الشعب قال له سليمان كان ناشف علينا، هدي شوية معانا وبتاع، والشعب اتكلم كويس ما قالش كلام غلط، والشيوخ قالوا له يا سليمان الناس معها حق، اشتري الناس دول اكسبهم، انت ملك جديد وملك شاب والدنيا مستقرة ما فيهاش حاجة لما تفكها شوية. راح اتلم على اصحابه، شوفوا بقى لغة الشباب، دول هم اللي هيسوقوك، انت ما عندكش شخصية ولا ايه؟ انت لازم تثبت لهم انك اقوى من ابوك، انت خذين بالكم الكلام ده. قام طلع بوظ الدنيا رحبعام، قال لهم ده انا صباع ابويا اتخن من وسط صباعي اتخن من وسط ابويا، وابويا ادبكم بالسياط انا هادبكم بالعقارب. وانشقت المملكه وخربت الدنيا كلها. ليه؟ لان شويه الاصدقاء دول باللغه بتاعتهم بسوء الراي اللي قالوه وقعوا الدنيا. ان تملقك الخطاه لا ترضى. يبقى الدرس الاولاني اللي عاوزين نتعلمه الليله دي كده، احترس من اي كلام فيه كرامه او مديح او مريح زياده. على طول كده الشيطان عاوز ايه؟ هو فعلا خايف على جسدي ولا عاوز ياخدني جهنم معاه؟ هو بيقول لي انت معاك حق ولازم تفضل غضبان على فلان لانه فلان ده يستاهل، وهو المسيح كان بيقول كده؟ مش دي لغه الشيطان؟ يعني حسبه مما يدور في أدمغتنا. يعني أصعب صدقوني من الكلام بتاع الناس اللي بيحصل في دماغنا، الحوارات الداخلية اللي في سرحان كل واحد، هي دي اللي بتتعب واللي بتضيع وتلخبط. لا ترضى يعني لازم توقف دماغك أو توقف الشخص اللي قصاد. مع الناس خليك مهذب ولطيف وحكيم، لكن لا تقبل لا ترضى التملق. أما مع الشياطين اهرب لحياتك واهرب من أفكارك.